انطلاق موافقة أعزاء الجمهور والحضور الكريم 11 من الجيادة المهجنة الأصيلة تشارك مسافة الميل 1600 متر الصدارة الثنائية كريمة والجواد البراق من الجهة الخارجية جود داي في محاولة والجواد السعود الصدارة لا تزال مع البراق مربط الجريان وشيد بان ميزو خطوة بخطوة الترتيب الثاني تويوتا علي حمد عبد الله العطية وخالد البلوشي في الترتيب الثالث نشاهد الجواد جود داي باتريك الإسكندر نيكوليت وسوفيان سعدي في الترتيب الرابع الريان بارك أحمد محمد علي الشيب وألبرتو سانا في الترتيب الخامس تفاهم الغارية 22 رايزنج وصالح المري المنعطف ما قبل الأخير والصدارة بوضع اليد مع البراق إعازات مبكرة للجواد تويوتا وخالد البلوشي محاولات للحاق من الجهة الخلفية للحاق ولكن الصدارة مع البراق بسرعة البراق 400 متر على خط النهاية جود داي في حركة السيد بادريك ألكسندر ومن وسط الجياد الجواد تفاهم ولكن البراق وجود داي البراق مربط الجريان وشيد بان ميزور جود داي في محاولة البراق والجواد جود داي البراق مربط الجريان وشيد بان ميزور الوصفة مع الجواد جود داي وسفيان سعدي والترتيب الثالث تفاهم And the official results for the first race of the day, the winner, Horse number one, Albarag, owned by the Algerian stud trainer Mohamed Hamed Khalifa Latia, ridden by Stefan Mazur. Second, horse number three, Good Day, owned by Patrice Alexander Nicolet, trainer Alvin Namul, ridden by Sofian Sadi. Third, horse number five, Tevahum, owned by Algeria 22 Racing, trainer Zahir Mohsin, ridden by Saleh Salem Almari. Fourth, horse number six, Toyota, owned by Ali Hamad Alatia, trained by Mohamed Hamad Alatia, ridden by Khalid Abalushi. And in fifth place, horse number seven, Wakhir, owned by Nasser Said Alida, trained by Jasmine Al Ghazali, ridden by JP Gyumbir.